مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الشأن الهام، نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية والمحلية بالتحديد، وهذه المرة التطورات الأكاديمية وبالأخص في جامعة الكويت، وبالأخص انتخابات الغد والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة، انتخابات هيئة التدريس. وأتشرف باستضافة كل من دكتور سليمان الأخضاري الأستاذ المساعد في كلية الطب. حياك الله يا دكتور، شكرا لتلبية هذه الدعوة. كما تشرف أيضا باستضافة دكتور شملان الجناعي أستاذ مساعد في كلية الآداب. حياك الله يا دكتور، شكرا لتلبية هذه الدعوة. قبل لا ندش في التفاصيل دكتور والانتخابات وغيرها، بدنا نوضح للناس اللي يعني ممكن تكون بعيدة عن جامعة الكويت أو بعيدة عن انتخاباتكم بالتحديد، ليش هذه الانتخابات مهمة؟ ليش هذه هيئة التدريس مهم أن يكون لها كيان قانوني يمثلها ويتنافس الأساتذة في جامعة الكويت عليها؟ وفي الأمانة مو بس هذه الانتخابات مهمة، أنا أعتقد كل انتخابات لها علاقة بجمعية أعضاء هيئة التدريس مهمة باعتبار الشريحة اللي تمثلها هذه الجمعية، أخذا بعين الاعتبار أيضا الوضعية القانونية لهذه الجمعية، بحيث أن الجمعية لها استقلالية كبيرة ولها استقلالية تامة على الإدارة الجامعية، فبالتالي هي لها القدرة على التعبير الحقيقي عن إرادة منتسبيها بشكل يعني واضح وصريح وشفاف. فبالتالي معظم الانتخابات اللي كانت تحدث في السابق فيما يخص جمعية أعضاء هيئة التدريس كانت تلقى الكثير من الإقبال من المنتسبين لهذه الجمعية، لأن أمانة المنتسبين لهذه الجمعية يعرفون أن تاريخ الجمعية في سنوات كثيرة مضت كان تاريخ واقعي ومعبر عن آمال وطموحات المنتسبين، وفعلا نتج عن تحرك الناس اللي كانوا يقودون الجمعية في سنوات ماضية سابقة الكثير من الإنجازات اللي تخلي الناس يؤمنون بأنه يجب أنه يرجعون مرة ثانية لصناديق الاقتراع بحيث أنه يوصلون صوتهم من جديد. نعم دكتور، على نفس هذا المحور ماذا تضيف عن أهمية الانتخابات؟ شكرا، أشكرك أخوي عبد الوهاب على الاستضافة اللطيفة هذه. حياك الله. وجامعة الكويت تعتبر من أعرق المؤسسات داخل دولة الكويت، وإحنا كنا أعضاء هيئة تدريس داخل جامعة الكويت، إحنا نمثل قمة الهرم للمؤسسات المدنية داخل دولة الكويت. انتخابات هي ساحة متنفس لنا إحنا كأعضاء هيئة تدريس داخل جامعة الكويت نوصل رسالة سامية، أنا أعتبرها مو بس لهمومنا ولا بس لحقوقنا ولا بس لواجباتنا، لا، إحنا نمثل طلبة لداخل جامعة الكويت، نمثل إحنا. أول انتخابات كانت محصورة داخل أسوار الجامعة، اليوم هذا الوضع تغير، وضع انتخابات جامعة الكويت الحين قام يطلع برا أسوار جامعة الكويت، والدليل على هذا التغطية الإعلامية اللي صارت بالفترة الأخيرة لانتخابات جامعة الكويت وعلى القوائم المتنافسة وعلى شنو أهدافهم وشنو طموحاتهم داخل الانتخابات. نعم طيب، هذه الانتخابات مختلفة دكتور، يعني ألاحظ أن يعني في السابق نسمع، يعني خاصة لما كنت أنا في الجامعة، بحكم لما كنت طالب في الجامعة يعني أشوف البوسترات أشوف الحركة اللي تصير داخل الجامعة، لكن لما تكون برا الجامعة ما تحس أنه في انتخابات لجمعية أعضاء هيئة التدريس، لكن هالسنة الأمر مختلف، كأنه في زخم إعلامي أكبر من السنوات اللي طافت واللي انت كنت يعني تتكلم عنها بإيجابية. ايش اللي تغير دكتور؟ يعني اول شيء المجتمع اصبح اكثر تسييسا، بحيث انه صار فيه اهتمام، انت تشوف دائما خصوصا بالسنوات الأخيرة في الانتخابات النقابية والجمعيات المهنية وهالكلام، هذا دائما تلاقي فيه نوع من تسليط الأضواء عليها بشكل اللي ما كان في السابق، هذا من حيث المبدأ. لكن ايضا اخذا بعين الاعتبار وضع جمعية اعضاء هيئة التدريس تحديدا، أنا أعتقد هنالك حالة من النقد اللي موجودة، طبعا أنا كلامي مجرح باعتبارني أنا أخوض الانتخابات، لكن هذا اللي أنقله عبر يعني ما يصلني من الكثير من الزملاء، إلى أن الجمعية فقدت دورها في السنتين الماضيتين، كانت شبه مغيبة عن الكثير من الأمور والأحداث اللي كانت تحدث في الجامعة، ما كانت معبرة عن إرادة الكثيرين
من الزملاء. كان في هنالك كثير من التحفظات متعلقة بطريقة يعني إدارة المرفق الجامعي أو بعض الأمور المتعلقة بالكليات هنا وهناك، أمور متعلقة بالأقسام العلمية، أمور متعلقة بالترقيات، أمور متعلقة بمكتسبات مادية لأعضاء هيئة التدريس. يرى الكثيرون أن السنتين الماضيتين شكلت استثناء للقاعدة. القاعدة كانت أنه الجمعية هذه قوية فاعلة معبرة عن إرادة منتسبيها، قادرة على إحداث تغييرات فعلية وواقعية، وقادرة على صنع فرق. هذا ما وجد في السنتين الماضيتين، فبالتالي في هنالك نوع من الزخم اللي احنا قاعد نشوفه، والرغبة في استعادة هذا الدور للجامعة اللي قد ياخذ شكل المنافسة الانتخابية الساخنة. نعم. طيب دكتور، ما تعتقد بان يعني او يشار الى هذه الانتخابات بان هي ابعادها الحقيقية هي ابعاد سياسية وليست ابعاد لمصلحة اساتذة جامعة الكويت؟ والحديث يعني في بين سطور سؤالي، والله القائمة الفلانية تنتمي للتيار السياسي المعين، والقائمة الفلانية تنتمي لذاك التيار، وبالتالي سيطر هذا التيار، ويعني ما أخفيها موضوع الإخوان المسلمين، سيطرت إحدى القوائم، سيطرت قائمة تنتمي للإخوان المسلمين على الجمعية. هذه من الأشياء اللي زادت من سخونة الانتخابات عندكم. فهل انتم يعني وانتم اساتذه في جامعه الكويت اصبح المنافسه في المقاعد عندكم ايضا لاسباب سياسيه؟ لا والله ما نبي الاخوان يسيطرون على دكاتره جامعه الكويت واحنا لازم نردنا. يعني هل هذه ايضا اجواء دكاتره جامعه الكويت؟ عبد الوهاب، ما يخفى عليك ولا على المشاهدين الكرام ولا اي احد بالكويت الحين امور سياسيه ومشاحنات اللي قاعد نمر فيها احنا والمنطقه بصوره عامه يعني. بس نبقى احنا جامعه الكويت، نبقى احنا اعضاء هيئه تدريس، احنا 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 الطبقه الاجتماعيه اللي الناس تنظر لها كقدوه. صحيح. احنا ضد ادلجه وتسييس وتجير الجمعيه لاغراض شخصيه واغراض سياسيه. احنا ضد ان احنا نقصي الطرف الاخر. سياسه الاقصاء هذه للاسف مارستها الجمعيه، جمعيه اعضاء هيئه تدريس في الفتره اللي طافت، وعلى فكره ترى هي شهر 12 جمعيه اعضاء هيئه تدريس انتهت فترتها الشرعيه النقابية. مثل ما أنتم عارفين دور النقابية لجمعية أعضاء هيئة التدريس هي سنتين. السنتين هذه انتهت بشهر 12، يعني من شهر 12 ليومك هذا هي الجمعية غير شرعية. وأي تمثيل كانوا يمثلوننا احنا فيه داخل أو خارج أسوار جامعة الكويت هو تمثيل غير شرعي. فبالسنتين اللي طافت اللي صار أنه صار في سياسة إقصاء لأي فئة ولأي طائفة ثانية. وسيطر تيار وحيد وجير الجمعية اللي هو تيار الإخوان المسلمين، اللي هو ما يسمى بالتيار اخوان المسلمين، وكلنا احنا اخوان في الاسلام بالنهايه. للاسف من الممارسات اللي شفناها زين صار في حتى استخدام الجمعيه نفسها كوسيله لاغراض شخصيه. مثال اعطيك مثال انا، ومثال صراحه يعني مؤسف ومضحك بنفس الوقت. احد اعضاء الجمعيه نفسها كان يقاتل عشان يفصل طالب من بعثه. ليش؟ لأن في خلاف شخصي بينه وبين الطالب. يعني هذا شيء احنا نترفع عنه كأساتذة بالجامعة، ولا كأساتذة لغة بالجامعة، ولا كمدرسين مساعدين. بالنهاية ترى الجمعية تمثل ثلاث فئات داخل جامعة الكويت. تمثل دكاترة في جميع درجاتهم العلمية، سواء استاذ مساعد ولا استاذ مشارك ولا استاذ دكتور. زين، او أساتذة اللغة او مدرسين مساعدين او الهيئة الأكاديمية المساندة. وحتى احنا انا اقولها هني احنا نمثل حتى المعيدين، معيدين البعثات اللي راح يردون وينتمون حق هذا الصرح الجامعي العريق. فالجمعيه للاسف بالفتره اللي طافت استخدموها لاقصاء الطرف الاخر ولخدمه مصالح شخصيه. زين، وصار لهم سنتين ما في ولا انجاز يذكر، زيرو اتشيفمنتس، ماكو ولا شيء، ماكو رحله عمره بس الكل اثنى عليها وخالصي، ماكو شيء. يعني أنا قبل لا تعلق دكتور، أنا بوضح للسادة المشاهدين أن معدين برنامج الشأن الهام أمانة وجهها ودعوة للإخوان في قائمة التميز الأكاديمي. أنا وجهت لهم كذلك، بحيث أنه يعني كلهم فرصة في هذه الحلقة وما تكون حلقة موجهة باتجاه واحد. أكيد. لكن بس لتبرئة الذمة احنا دعيناهم الإخوان لسياستهم اللي نحترمها ونقدرها بأن ما يفضلون الظهور في الاعلام قبل ساعات من الانتخابات، وهذا حق مطلق ما في شك، بس احنا على اساس نبري ساحتنا الاعلاميه. ممكن اعقب على نقطتك بس اذا تسمح لي دكتور؟ اي تفضل.
احنا في زملاء معانا طلعوا قناة اخرى زميلة لكم زين، وقبل وبعد القناة هذه بعد ما ظهروا بالقناة هذه صار في لقاء بين احد الزملاء وبين رئيس الجمعية الحالية اللي منتهية فترتها، قال له احنا ندعوكم بالعلن حق مناظرة اعلامية عشان نخلي الناس تعرف شنو جمعية اعضاء التدريس، شنو أهمية انتخاباتها، ليش مهمة لنا، ليش مهمة مو بس لنا احنا، مهمة حق الشعب الكويتي ككل، لان احنا بالنهاية احنا عندنا طاقة بشرية اللي هي طلبة جامعة الكويت وهم مستقبل الكويت، فاحنا لنا تأثير مباشر عليهم، هذيل مستقبل الكويت. فكان ردهم صراحة ساذج وسخيف اذا سمحوا لي هذا المشاهدين وتسمح لي، وكان يعني غير منطقي، قالوا احنا هذه سوالف في هال واحنا ما نخوض فيها. زين، وانت اكدت هالشيء اول لساده الجماهير ان انت وجهت لهم دعوه وهم رفضوا الدعوه. نعم صحيح. دكتور كان عندك تعقيب؟ يعني انا بالنهايه النقطه الرئيسيه هي ان الاقصاء شيء مرفوض بناء على توجهات سياسيه، انتماءات اجتماعيه، انتماءات دينيه ايا كانت. وفي كل التيارات السياسيه على كل ومختلف مشاربها هنالك يعني الجيد وهنالك غير الجيد، والجميع يعني البلد عشان ينهض بالنهاية محتاج خبرات أبنائه من مختلف توجهاتهم. المشكلة لما يصير تفكير بعض الجهات بتسييس العمل، بمعنى أن العمل هذا عشان ينجح يجب أن يقترن باسمي، عشان ينجح يجب أن يقترن بتياري. ف يعني هذه واحدة من الأشياء الرئيسية اللي نسمعها أمانة بين صفوف أعضاء هيئة تدريس جامعة الكويت، نوع من السخط على أن الجمعية السنتين اللي فاتوا يعني صار في تغيير في نمط عملها بناء على أن في توجه معين يحاول يفرض نفسه على الآخرين أنه يبي يحتكر العمل النقابي وهالكلام هذا. نتمنى طبعا أن الأمور ما تكون بهذه الطريقة، لكن جميع المؤشرات اللي عندنا للأسف في عكس ذلك. نعم، أنا بس أيضا باب الإنصاف قاعد يعني تحاولون تبينون القائمة الأخرى قائمة بلا إنجازات، وأنا عندي يعني أهم الأعمال والإنجازات اللي حققوها الأخوان في قائمة التميز الأكاديمي راح أقولها للمشاهد، ولكم حق المطلق التعقيب عليها. أكيد 15 ما راح أقراهم كلهم، لكن مثلا إلغاء أسبوع ما قبل الدراسة، إرجاع النظام السابق لمكافأة المناصب القيادية، موافقة مجلس الجامعة على زيادة السكن، إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس ومميزاته، تأمين الصحي، التصدي لغرار المخصصات المالية، رفع سن التقاعد إلى 75 سنة. عشان ما تحرجهم زيادة. طبعا يعني بس باب الإنصاف أنه يعني نكون على الأقل متابعة تعديلات مشتركة على كادر، يعني هذه أمانة أنا ماني دكتور في الجامعة عشان أقيم إذا هذه يعني زينة ولا شينة، لكن هذه أشياء هم أعلنوا عنها بأن قدمنا 15 إنجاز خلال فترة. أخذ لك شيئين من اللي قلتهم وأفندهم لك. التأمين الصحي هذا اللي قالوه زين، هذا التأمين تم عن طريق أحد البنوك بالكويت زين، وسووا عليه بروباغاندا أنهم يابوا تأمين صحي مجاني لأعضاء هيئة تدريس سواء دكاترة ولا أساتذة لغة ولا مدرسين مساعدين، وقالوا أن في تأمين صحي حق جميع ملتزمي الجمعية. والحقيقة شنهي أن هذا التأمين قبل الله أهما يبونه داخل جامعة الكويت كان متاح للجميع، إذا أنت معاشك فوق 1500 تروح لها البنك هذا، يا معاشك فوق 1500 يا تفتح عندهم بطاقة ائتمانية وتستوفي شروط، يعطونك تأمين صحي مجاني لمدة سنة، وتأمين جدا بسيط جدا يعني محدود يعني. محدود زين، واليوم هذا التأمين لم يعد موجود، البنك ألغاه. فأنت هذا التأمين أصلا كان يشترط أن أيضا أنت كعضو هيئة تدريس أنك تحول معاشك يعني على البنك. قضية مو قضية تأمين مجاني يعني مو قضية يابونا تأمين مجاني، يعني هو التأمين هذا فوق ما أنه كان موجود أصلا قبل لا يبونه واحد شروطه كان أنك أنت ايش اسمه تحول معاشك، وبعدين البنك نفسه اللي سعى حق التامين ويابا داخل جامعه الكويت اصلا حسابه كان هناك يعني اوريدي، فانت تشوف في نوع من المغالطه. انا اذا تسمح لي بس اقول شغله مهمه، يعني في كل انتخابات
دائما يصير في محاولة للأسف يعني بعض الأحيان احنا عندنا نزعة استهلاكية، دائما يصير في تركيز على بعض المطالب المالية وهذه مستحقة، يعني ما فيها روح تعال. نعم في هنالك مطالب مالية مستحقة لأعضاء هيئة التدريس، ولكن ما يعني معيب جدا في حق أعضاء هيئة التدريس أن نلخص مطالبهم ونركز على الجانب المالي فيها أو الجوانب اللي فعلا تعتبر جوانب هامشية فيما يخص العملية التعليمية. احنا عندنا قضايا حقيقية، قضايا حقيقية متعلقة بنظام الترقيات في جامعة الكويت، قضايا حقيقية متعلقة بإضعاف دور الأقسام العلمية أو عدم إعطائها حجمها المناسب فيما يخص الترقيات والتعيينات وإلى آخره وتنظيم أنشطة تعليمية معينة. عندنا أمور متعلقة في مركزية القرار في جامعة الكويت، كل هذه أمور المفروض أن تعبر عنها النقابة اللي تمثل هذه الشريحة الهامة من المجتمع بالشكل الملائم، بدل يعني لا أني أنا أحاول أدغدغ مشاعر الناس بطريقة أصلا من السهل الرد عليها. يعني أنا أشفق على الإخوان لما يتكلم، يعني موضوع التأمين الصحي هذا ما أخذ من عندنا دقيقتين عشان أرد عليه. قضية الكلام الثاني اللي قضية صار الكادر دكتور سليمة، لا مو بس كذي، قضية أن إقرار مجلس الجامعة أقر موضوع القياديين وهالكلام هذا، إحنا ندري كلها جاءت بإرادة من الجمعية، ما له دور بإرادة من مجلس الجامعة، بإرادة من مدير الجامعة، بإرادة من وزير التربية. زين يعني شنو دورك أنت؟ شلون تقدر تثبت يعني بدل لا تسوق علي أو تسوق على الناس الوهم؟ زين شنو دورك فعلا؟ انت شنو الاليه اللي من خلالها فعلا قدرت انك انت تحقق هذا الكلام اللي قاعد تنسبه لنفسك؟ زين واي قبل انتخابات باسبوع اسبوعين اقول انا طالبت ولا انا كلمت؟ زين وين الجمعيه كانت طول السنتين الماضيه؟ ترى دكتور عبد الوهاب بدون دكتور ان شاء الله دكتور باذن الله الانجازات هذه ترى ما طلعت الا تو الحين قبل هالفتره هذه اسبوعين اللي طافوا. زين أنا بتكلم عن شيء جوهري اللي هو فخر، بس أنا بستأذنك عندي فاصل راح أخذه وبعدها نرجع نستكمل إن شاء الله الحديث. عاد لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. دكتور شبلة كنت قاطعتك، انا كان عندك تعقيب على الكلام اللي نسيت انا خلني انا ارد اسالك. يعاب على الجمعيه بانها جمعيه ما تقدرها ولا هي جمعيه يعني مقدره او يسمع منها من قبل اداره الجامعه. يعني اسمع انا الشباب ينقلوا لي يعني اثناء اجتماعات الاعداد بان مره صار في اعتصام حضروا سبعه بس من يعني، فهي الجمعية الحالية ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام، بشكل عام على الأرض ما هي قوية، وإدارة الجامعة ما يعني تطلب موعد من عميد الجامعة يعطيك إياه عقب شهر كذي. يعني هذه المعلومات اللي وصلتني، فأنا أوجه لك السؤال دكتور يعني أسمع يعني إذا كانت صحيحة ولا لا. هو شوف بالنهاية آليات العمل النقابي واضحة، العمل النقابي مختلط بالعمل السياسي بشكل أو بآخر. زين فأدوات الصراع بيدك أنت تحركها مثل ما تبي. أنت تبي أنك أنت تعمل في الساحة بشكل نقابي لخدمة مصالح شخصية أو لخدمة مصالح ضيقة، بالتأكيد ستقرأ من قبل صاحب القرار على أنك أنت إنسان من السهل يعني ترويضك بشكل أو بآخر. إنما إذا يعني كان في نوع من المصداقية في العمل والالتزام اتجاه تحقيق أهداف معينة، يعني يكون في نوع من الصلابة. يعني الإخوان اللي كانوا قائدين، ما أتكلم عن الجمعية الحالية، أتكلم عن سنوات سابقة نتكلم عنها، يعني القائمة اللي احنا نمثلها تمثل امتداد تاريخي لإخوان سبقونا في العمل النقابي، واللي يقول أنه ما قدروا يحققون إنجازات، لا حققوا إنجازات وإنجازات فعلية، حققوا زيادات في كوادر أعضاء هيئة التدريس عن طريق مطالبات جدية ملموسة. بس توك دكتور تنتقد يعني المطالبات المالية؟ لا أنا شنو قلت لك المطالبات المالية مستحقة، لكن أنا قاعد أقول ما يصير بس نتكلم عن المطالبات المالية. إحنا لما طيب شنو إنجازاتكم غير الإنجازات المالية؟ أهم إنجاز تحقق على إيد يعني في السابق لما كانت القائمة اللي إحنا نمثل امتدادها هو عملية استقلالية الجمعية، يعني بحكم تمييز من المحكمة الجمعية غير خاضعة بأي شكل من الأشكال للإدارة الجامعية، فبالتالي عندها
يعني سلطة كبيرة جدا لممارسة العمل النقابي من دون الخضوع لأي نوع من أنواع التسويات. نعم. مع الإدارة الجامعية. فهذا أهم مكتسب نقابي حقق لأعضاء ومنتسبي الجمعية. يعني أنا متكلم عن الأمور المالية، ترى أنا ما قاعد أتكلم فقط عن، يعني شوف خل أقول لك، من ضمن الأمور اللي قد تكون ذات شق مالي لكن أيضا شق مهم ثاني أو من زاوية ثانية حققوها الإخوان في السابق، إن لما كان يتم المطالبة بزيادات مالية كانوا يصرون، لا إخوان يعني بشكل مفهوم العام، لما كانوا إخواننا في القائمة اللي إحنا نمثل امتداد لها في السابق يطالبون بزيادات مالية، كانوا يطالبون فيها للكويتيين ولغير الكويتيين. القضية ما كانت قضية أموال بالنسبة لهم أو حوافز مالية فقط، القضية بالنسبة لهم كانت استقرار الجسد الجامعي، بحيث أن غير الكويتي يشعر بنوع من الاستقرار الوظيفي والمالي بنفس الدرجة اللي يشعر فيها الكويتي. وأيضا كان في أمور متعلقة في هذا الموضوع أنا ما أبي أتوسع فيه، لكن أنا أقصد أن الجمعية بالنهاية وآليات العمل النقابي بيدك، أنت تبي تستخدمها أو تلعب فيها بطريقة تخدم مصالحك الشخصية ستقرأ بهذه الطريقة، تبي تحقق فيها مصالح المجموع راح تحترم. واضح. انتقل الآن إلى الدكتور أنور الشريعان أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، حياك الله يا دكتور، شكرا لتلبية هذه الدعوة، ويعني اتصلنا عليك لأن أشوف اسمك تردد الفترة الأخيرة، وصار في اتهام عليك في اتهامات فئويه وغيره من هذه الامور. ما زي الحين معي دكتور انور الشريعان ولا انقطع الاتصال؟ عموما راح نحاول يعني ان شاء الله نتصل فيه مره ثانيه ونوجه هذا السؤال. ارجع للدكتور شملان وتعقيبه على نفس هذه النقطه، بان الجمعيه ما لها تاثير مباشر على سياسات الاداره الجامعيه. يعني هذا صحيح، جمعية ما لها تأثير مباشر على سياسات الإدارة الجامعية، بمعنى ماكو يعني أنت ما تقدر أن تقوم بدورهم، دور الإدارة الجامعية. واضح. واضح. بس كيف تنظر الإدارة الجامعية بوجهة نظرك لهذه الجمعية؟ سؤالي عكسه، يعني أنا سؤالي لك عكس. جمعية قضايا التدريس بأعضائها، الأعضاء هم يشكلون القوة. زين، إذا أنت من بداية شغلك أنت كنت إقصائي، كنت تشتغل أغراض شخصية غير أكاديمية، زين، إدارة الجامعية ما راح تحترمك. أنت لازم تعرف أن إدارة الجمعية في الفترة اللي طافت وصلوا مرحلة خلاف، وصلت مع مدير الجامعة الأخير أنه ما قام يستقبلهم، يروحوا له ما يدخلهم المكتب عليهم. الخلاف وصل، يعني خلاف جوهري انا اعتبره. واحنا لازم تعرف اخوي عبد الوهاب، احنا جمعيه اعضاء التدريس عندنا حكم من المحكمه، زين، ماكو جهه بالكويت تقدر تقاضينا وترفع علينا قضيه ولا تسوي لنا اي شيء، ماكو سلطان علينا الا الله سبحانه وتعالى. ما لا سلطان على الجمعيه وعطاها شرعيه، ترى احنا ما نحتاج لا ترخيص ولا اذن وزاره الشؤون. اعطانا الشرعيه، ها، ان حتى نخوض في السياسه ونعبر عن ارائنا السياسيه بحكم البعد النخبوي للجمعيه بالضبط. بالنهايه احنا شنو؟ احنا نخبه المجتمع، دكاتره جامعه الكويت. ما قاعد اتكلم عن نفسي وعن دكتور سليمان، قاعد اتكلم عن صرح جامعي عريق. انا جامعه الكويت بيصير لها الحين قريب 50 سنه تقريبا او اكثر. فالجمعيه بهذا الحجم ولها هذا الاعتراف القانوني اللي وصل الى، يعني قاعد نتكلم عن السلك القضائي، يعني طلع الاعتراف هذا بحكم قضائي. هذه الجمعية تعبر عن إرادة أعضاء هيئة التدريس وممكن تمس الشأن العام، فبالتالي هي يعني مثل ما يقولون صيد ثمين لبعض التيارات السياسية وبعض التوجهات. عشان كذي احنا دائما ناشد الناس انه يا اخوان الأمور السياسية فارغين منها، احنا في مجتمعاتنا موجودة، زين، بس خلوها بعيد عن ساحة الجامعة. الصرح الجامعي إذا بيدار بعقلية حزبية أو بعقلية فئوية أو أي شيء من هذا القبيل راح تدمر. يعني أنت بالنهاية المؤسسة اللي خلاص تبي تصدر كل هؤلاء الآلاف المؤلفة من الشباب الكويتي إلى سوق العمل في مختلف المرافق،
انت الحين اللي تبي تهيئهم عشان يعملون هناك. اذا يبون يشوفون النمط اللي تدار فيه العمليه النقابيه على مستوى اعضاء هيئه التدريس ياخذ هالمنحه، هذا شيء خطير. واضح. انا ارجع مره ثانيه للدكتور انور الشريعان، استاذ اقتصاد في جامعه الكويت. دكتور انور حياك الله، وانت يعني من الناس ومع هذا الزخم الاعلامي لانتخابات جمعيه اعضاء هيئه التدريس تكرر اسمك اكثر مره، وصار في بعض هناك الاتهامات اللي توجهت لك، اتهامات فئويه وغيرها من هذه الامور. فبس يعني ابي اسمع منك يعني شنو قصه الجدل الحاصل في هذه الانتخابات ورايك بما يحصل في الساحه، في ساحه جمعيه اعضاء هيئه التدريس اليوم. أول شيء أخوي عبد الوهاب مشكور على الاستضافة وعلى الاتصال. حياك الله. بداية الموضوع لما طرحه أو لما الأخ النائب المفضل حمد المطر طرح هذا أن أنا لي طرح فئوي، هو يعني يناقض نفسه ويتهم نفسه، لأن ما طرحته أنا كان بالضبط أن دعيت إحدى القوى السياسية المقاطعة تدخلها في انتخابات اعضاء جمعيه اعضاء هيئه التدريس من خلال نواب سابقين ونائب مفضل. فبالتالي انا دعيت نواب سابق ونائب مفضل انه ينأون بنفسهم عن التدخل في هذه الانتخابات، لان المجتمع الجامعي مختلف عن الانتخابات في اي نقابه كويتيه او في اي نقابه او في اي جمعيه، حتى في انتخابات مجلس الامه، لان هي النقابه الوحيده او الجمعيه الوحيده اللي تتضمن ما بينها الوافدين. فبالتالي انت ما تمثل يعني جمعيه، ومن الخطا تسييس هذه النقابه او هذه الجمعيه اللي مخليه لفئه معينه او لتيار معين. فانا دعيتهم ان ينقوا بنفسهم وعدم تدخلهم في الانتخابات. هذا الكلام ازعجهم، لانهم هم يعني مستخدمين كل قواهم لدعم قائمه معينه. هذه قضيه. قضيه ثانيه، قائمه الاكاديميه المستقله، انا اتمنى اشوف اسماء مرشحين للقائمه الاكاديميه المستقله شلون تمثل كل اطياف المجتمع الكويتي. في المقابل القائمة التي تتهمنا بالفئوية لا تمثل إلا فئة واحدة. هذه قضية. قضية ثانية، الجمعية الحالية عدم قدرتها على الإنجاز، ويعني للأسف قامت تنسب بعض الأمور اللي ما حققتها، وتحاول يعني شيء مضحك أخوي عبد الوهاب، إنه لما تحاول تستخف بعقول نخبة في المجتمع، تتكلم عن مجتمع أعضاء هيئة التدريس دكاترة، تحاول تستخف بعقولهم، هذا يعني أعتقد في إساءة لجميع أعضاء هيئة التدريس. القائمة الأكاديمية المستقلة وأنا جزء بسيط من هذه القائمة، هي أكثر قائمة يمكن هي أحد الأمثلة القليلة بالكويت اللي تمثل اللحمة الوطنية، تمثل الوحدة الوطنية، تمثل كل أطياف المجتمع. إحنا أمامنا هدفين يعني أساسيين. الهدف الأول هو خدمة أعضاء هيئة التدريس على كافة مشاربهم، ما يهمني شنو الباك جراوند مالك، شنو جنسيتك إلى آخره، هذه قضية. القضية الثانية المهمة أن إحنا هدفنا هو يعني الرقي في مستوى جامعة الكويت من خلال المستوى الأكاديمي، المستوى البحثي، وكذلك في مستوى الطلبة. فهي عملية كاملة متكاملة. لذلك هذا الاتهام من النائب المفضل هو اتهام غير حقيقي غير سوي. الناس تعرف يعني بالنهاية، شوف شنو ظرفهم، شوف شنو طرحنا، شوف شنو أداء الأكاديمية المستقلة تاريخيا، وشوف أدائهم في سنتين ونص اللي فاتت. شوف الأكاديمية من أول يوم تنادي بتطبيق القانون اوكي بحذافيره بدون اي تنازلات، وهم يعني للاسف لما يطالبون بتطبيق قانون وهم اول يعني اول مجموعه تخالف هذا القانون، من خلال انه مدوا عمرهم. المفروض انتخابات شهر 12، اجلوا انتخابات الى اليوم يعني الى بكره خمس شهور تقريبا لمصالح او لاسباب احنا نجهلها. لذلك من تجاوز على القانون؟ اوكي من يطرح طرح فئوي؟ طرح فئوي اللي يمثل بس فئه واحده، هذا يطرح طرح فئوي. لما احنا نقدم نفسنا كان يوم مستقل يعني نمثل كل اطياف المجتمع الكويتي، ونمثل كل اطياف المجتمع الاكاديمي داخل جامعه الكويت. احنا على النقيض من هذا الاتهام. ولكن واضح ان احنا لما اصدرنا هذا التصريح في القائمه الاكاديميه المستقله ازعجهم، وعلى قوة المثل اللي على راسه بطحه يحسس، فهم على طول كان رده فعلهم ان كشفوا عن اسمائهم. ما ذكرنا اسماء في التصريح، كشفوا عن اسمائهم. واضح الان في انتفاضتهم داخل الجامعه انهم بالفعل على النقيض من ما يدعون. واضح. كل شكر لك استاذ الاقتصاد في جامعه الكويت دكتور انور الشريعان على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نستكمل ما تبقى بالحديث.
أعود لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أرجع للدكتور سليمان. دكتور خلنا نتكلم أكثر عن قائمة الأكاديمية المستقلة، يعني نشأتها، أهدافها، التحديات اللي راح إن شاء الله تواجهها في حالة أنها فازت في الانتخابات، يعني بشكل عام نبي نتعرف أكثر على القائمة. إيه إن شاء الله إذا فزنا بالانتخابات ذيك الساعة راح نوزع المناصب القيادية، وهذا يأخذني إلى تنويه بسيط بطلب من الأخ أنور وباقي أعضاء القائمة. يمكن كتب أن الأخ أنور رئيس القائمة، احنا ما وزعنا المناصب بينه وبين بعضنا البعض، وهذه واحدة من أسباب قوة القائمة هذه، إن لغاية هذه اللحظة مو مهتمين أبدا منه يكون رئيس، من يكون نائب رئيس، من يكون أمين سر، من يكون هالمناصب هذه كلها. وكمية الإيثار اللي أنا شاهد عليها داخل الشباب بينهم بين بعضهم البعض، وكل واحد تقديم الآخر على نفسه في هذه المواضيع، شيء يشرفني، وهذا شيء أنا أتحمل مسؤوليته. قبل بس لا أرد بس على هالجزئية مالت التاريخ القائمة أيضا، واحدة من يعني الأمور اللي قاعد توجه من انتقادات من الإخوان في القائمة الأخرى زين، أو من اللي قاعد نشوفها في الساحة اللي يمكن لمح له أخونا أنور، بعض الأمور متعلقة بالفترة الأخيرة. يعني سمعنا تصريحات غريبة عجيبة متعلقة بتعليق الدكتور محمد الخضر رئيس القائمة الثانية عن تأخر في تعيين مدير لجامعة الكويت. دكتور أنور أشار إلى موضوع التأخر في الانتخابات، أنا أعتقد كان يجدر بالإخوان في القائمة الأخرى بدل لا يوجهون النقد لمن هو مسؤول عن اتخاذ أو تعيين مدير لجامعة الكويت وتأخير الموضوع هذا العدد من الأشهر، كان بالأحرى يجب أن يوجهون لنفسهم السؤال لماذا تم تأخير انتخابات الجامعية، انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس لمدة تقارب 5 شهور من دون أسباب منطقية. هذا يعني عشان نكون خالصين. الآن فيما يخص القائمة الأكاديمية المستقلة، مهم جدا أن الناس تعرف أن إحنا نعم دماء جديدة ولكننا نمثل تاريخ. احنا ناس يينا امتداد للإخوة اللي كانوا في السابق يمثلون جميع أطياف المجتمع الكويتي، وهذه رسالة مهمة أيضا هني. احنا ترى المجتمع مل وتعب من كثر هذه التقسيمات وهذه الفئويات وهذه الطائفيات والعصبيات وهالكلام هذا كله، مهم جدا نكرس هذه الحالة اللي فيها هذا التعاون بين جميع أفراد أو جميع مكونات المجتمع الكويتي في أي عمل جماعي نقابي يخدم البلد من دون أي نظر لأي اعتبارات أخرى. القائمة مالتنا طول عمرها كانت تجسد هذه المسيرة، وتأسست من زمان وقادت العمل النقابي لمدة طويلة، سنوات طويلة، وأثناء قيادتها العمل النقابي تحققت زيادات مالية مرتين، تحققت الكثير من الأمور المتعلقة بالضغط فيما يخص الترقيات، فيما يخص استقلالية جمعية أعضاء هيئة التدريس. فإحنا قاعد نتكلم عن عمل نقابي حقيقي احترافي، مو عمل نقابي يعني أمانة ما له لا لون ولا طعم ولا رائحة مثل اللي شفناه في السنتين الماضيات. نعم دكتور، كقائمة أهدافكم إن شاء الله في حال يعني تحقق الفوز، وأبرز تطلعاتكم للمرحلة القادمة. أولا وأخيرا هدفنا أعضاء هيئة التدريس، نوفر لهم البيئة الأكاديمية الصحية عشان ينتج، عشان يباشر الطلبة اللي قدامه، عشان يكون عضو فعال داخل سور الجامعة وبرا سور الجامعة. احنا الكل يمكن ينتقدنا اذا طالبنا احنا بزيادات مالية ولا بمميزات مالية، يمكن يخفى الجمهور عليكم وعلى الكثير ان احنا ترى من اقل معاشات بدول الخليج دولة الكويت دكاترة جامعة الكويت. اليوم دكتور بجامعة الكويت ترى ياخذ معاشه مقطوع، ماكو ولا شيء ثاني غير المعاش. بنيه حق سالفة الإضافة وسالفة الصيفي هذه ترى مو مضمونة وتصير يعني مرة وترك. انت بتجرنا حق البديل الاستراتيجي الحين. احنا ايوه على آخر محور. جايين له الحين هذا. اندش فيه لأنه ما يكون عندي وقت وايد حق البديل الاستراتيجي. مرة واحدة يعني. حلو حلو، احنا هدفنا الأسمى عضو هيئة التدريس سواء هو دكتور زين يعني يا عضو هيئة تدريس يا استاذ لغه يا مدرس مساعد، هذيل الثلاثه اساس بنيان جامعه الكويت. اذا هذيل مرتاحه والجامعه مو مرتاحه. والراحه اذا تسمح لي انا قاطعك، الراحه ترى مو قضيه ماديه فقط، مو قضيه احنا ماديه، احنا قاعد نتكلم عن اشكاليات حقيقيه في العمليه التعليميه عندنا في الجامعه. احنا قاعد نتكلم عن نظام ترقيات
معقد، قاعد نتكلم عن نظام بيروقراطي يمنع الجامعة من استخدام العديد من الكوادر الممتازة اللي نسعى إلى أنها تكون معانا في جامعة الكويت. قاعد نتكلم عن بيئة عمل لا توفر لكثير من منتسبين جامعة الكويت من غير الكويتيين الكفاءات الممتازة جدا. هذه البيئة وهذا الشعور بالأمان والطمأنينة اللي يخليهم فعلا يستمرون بالرغبة. وقاعد نشوف في الكثير من الهجرة من الكويت إلى دول الجوار أو دول أمريكا الشمالية ودول أوروبا. وبالتالي إحنا قاعد نتكلم عن منظومة متكاملة من توفير البيئة الصحية لأستاذ جامعة الكويت. ما قاعد نتكلم عن الموضوع المالي، لكن موضوع البديل الاستراتيجي. وقبل لا أخوض بالبديل الاستراتيجي، إحنا بالنهاية جامعة الكويت دائما تطلع وتصرح تصبو أنها تصير هي من مصافي الجامعات العالمية. اللي ضحك إن اللي قاعد يصير داخل جامعة الكويت شيء مضحك ومحزن بنفس الوقت، العكس تماما، سواء من قوانين، سواء من لوائح داخلية، سواء من توجهات. اللي قاعد يصير داخل الجامعة يمكن محكور ترى داخل أسوار الجامعة، بس اللي قاعد يصير عكس تماما. يعني أنت اليوم عندك عشان تترقى يمكن أصعب وظيفة بالكويت تترقى فيها عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، هذه حقيقة وأسأل عنها اللي تبي. زين، أني حق بديل استراتيجي. بديل استراتيجي حط لك 15 درجة وقسم مواطنين عليها تحت مسميات وظيفية عدة. أوكي، أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مقتصرين على درجتين أو واحد واثنين، الأستاذ مساعد والأستاذ مشارك درجته اثنين، وأستاذ دكتور درجته واحد. في انتقاص كبير حق حقوق ومميزات دكاترة جامعة الكويت، وإني حق مدرسين اللغة ومدرسين مساعدين داخل الجامعة الكادر حصرهم ضمن درجات معينة حتى ما تتعدى الدرجة الرابعة. يعني أنت مالك، يعني أنت الطريق قدامك مسدود إنك تصير ثلاثة واثنين واحد، يعني ما تقدر تترقى فوق هذا الشيء. ثالث شيء، الأساسي، الراتب الأساسي اللي أعضاء هيئة التدريس صار شيء مضحك صراحة، مو بس لنا، للدكاترة الأطباء يعني، زين، ولجميع المهن الثانية. المصرحين أمس الأطباء قالوا إحنا ما نبي بديل استراتيجي يشملنا لأن في انتقاص لحقوقنا. وبعدين هو هم كانوا قاعد يطبقون بالبديل الاستراتيجي الظلم في الرعية عدل في سوية. أنت الحين حطيتنا كلنا ضمن إطار 15 درجة ومسميات وظيفية، زين، ليش استثنيت 4-5 جهات؟ ليش الاستثناء؟ زين، داخل البديل الاستراتيجي نفسه، إذا أنا كأستاذ مساعد الحين جامعة الكويت درجتي الوظيفية رقم 2، إذا نفترض جدلا أنا البدل مالي 2000 دينار، زين، اللي درجته رقم 4 قطاعات ثانية اللي هو أنزل مني، تلاقي بالجدول هذا موجود والكويت كلها شافت الجدول معاشه 3 وفوق. فأنت حتى الجدول نفسه غير منتظم، واضح، وأمور كثيرة يعني ما بنخذ. انتهت الحلقة في 30 ثانية، بأخذ من كل واحد رسالة أخيرة وقبل لا نختم. الرسالة الأخيرة هي رسالة أمل ورسالة تفاؤل دائما نوجهها لإخواننا أعضاء هيئة التدريس. القرار في الغد هو قراركم، من لا يأتي ويلقي بصوته هو سيتحمل تبعات ما سيحدث. نتمنى أن الكل يشارك بإيجابية سواء لنا أو لإخواننا في القائمة الثانية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق للي فعلا سيتحقق خير أعضاء هيئة التدريس على يدي. نعم دكتور سمير. صحيح، إحنا في الأكاديمية مستقلة، كويت مصغرة، مثل الجميع من غير سياسة الإقصاء، وراح ندافع عن حقوق واجبات دكاترة جامعة الكويت وساتذة اللغة ومدرسين المساعدين من غير أي تفرقة. وبالنهاية خدمتهم هي أو من 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 أو أو من أولوياتنا الوحيدة يعني. دكتور شملان الإجناعي أستاذ مساعد في كلية الآداب، ودكتور سليمان الخضاري أستاذ مساعد في كلية الطب، كل شكر لكم على تلبية هذه. مشكور على الاستضافة لك. شكرا، جزاكم الله خير. انتهت حلقة اليوم مشاهدين الكرام، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، تصبحون على خير.